التحية لكل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم. الفرحة حلوة، حبة الكريز في النادي الأهلي، المهارة والموهبة وكلام كتير جدا يتقال على أحمد عبد القادر اللي عودته إضافة قوية جدا للنادي الأهلي. عبد القادر مليون مبروك البطولة، الحمد لله على سلامتك، وبطولة غالية النهاردة عبد القادر. حبيبي يا روح الله يبارك فيك، أنا بشكر ربنا طبعا. يمكن إصابة جات لي في وقت كان قريب شوية من النهائي، بس الحمد لله الواحد رجع وقدر إن هو موجود مع الفرقة النهاردة، ومش عايز أقول لك الفرحة يعني مش طايع الناس كلها، وبطوله غاليه جدا علينا وعلى النادي وعلى الجماهير، فاتمنى ان احنا نستمر على كده، ومن حق الجمهور يفرح ومن حقنا ان احنا نفرح برضو. فاحنا عندنا الحمد لله اسبوع اجازه، نحاول نحتفل على قد ما نقدر، وان شاء الله بنرجع نركز في البطولات اللي جايه ان شاء الله. عبد القادر كان صعب جدا الجمهور ده يروح زعلان، في كل مكان ماشيين الجمهور موجود، الناس بتران عليكم، انتوا بقيتوا جيل تاريخي من الاجيال التاريخيه سواء في الكره الافريقيه او في تاريخ النادي الاهلي. اه طبعا، هبدا طبعا بالجيل ده. طبعا الجيل ده اقل لاعب موجود في الجيل 2 و3 بطولات، وفي ناس دلوقتي 5 و6 بطولات، فانا بشكر الجيل ده جدا، وفعلا جيل يستحق ان هو ياخد حقه والجمهور يسانده، بيطلعوا كل حاجه عندهم من عشان النادي وعشان الجمهور. فالحمد لله النهارده الجمهور اللي جه النادي ما روحش زعلان وروح بالبطوله الحمد لله النهارده، وبشكرهم طبعا ان هم ساندونا النهارده. اشكرك عبد القادر، ومستنيين منكم الدوري بقى. لا ان شاء الله ندوس على نفسنا بس ناخد اجازتنا. لو حبيبي يا روح حبيبي.